يعني انا من الجزء، انا يعني من الشهاده اللي الواحد، احنا مره رحنا اجتماع كان مع عماد عبد الغفور، كان هو مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي. وبعدين ويشهد على هذا الكلام ناس كانت موجوده، يعني مش ادعاء بطوله باثر رجعي يعني، ولكن هم كانوا بيتكلموا عن الاعلام وازاي نتعامل مع الاعلام. فانا قلت له والله المفروض تعملوا مؤتمر كبير وتقعدوا فيه مع الاعلاميين وتشوفوا المساله تبقى شكلها عامل ازاي. انتوا عندكم الاعلام اصلا حرام، الاعلام في فكرته حرام، تقعد مع اسلاميين بقى في بشكل حقيقي، اللي هو يقول لك انه الاعلام ده اللي هو ايه، تجسس ونميمه في تصورهم. فهو الاعلام عنده في الاساس حرام، يعني هو شوف هو بيستخدمه بس هو بيبص لك طول ما انت ضده، فانت المهنه بتاعتك حرام. طلعوا عملوا مؤتمر واتناقشوا، فقال لي طيب ما يعني تنظم معانا المؤتمر ونعمل المحاور وبتاع. قلت له لا انا مش هعمل ده معاكم. فقال لي ليه؟ قلت له انا عاوزكم تقعوا بشكل عفوي، يعني انا بقول لك انه في شهود على هذا الكلام. فالحقيقه انه الفكره الاساسيه اللي احنا يعني خلينا نرجع لها برضو في الشهادات دي، قيمتها انه وانا بدعو بقى الجميع انه يسجل شهادته. يعني احنا عملنا البرنامج بجزء من او عدد من الشخصيات، انما كل واحد يسجل شهادته على صفحته على الفيسبوك تبقى موجوده. لان انا زي ما بقول لك كل واحد فينا عنده حكايه، يعني احنا قاعدين احنا الثلاثه كل واحد عنده حكايه. صحيح. في 30 يونيو وعنده المكان اللي اتظاهر فيه او عنده المكان اللي نزل فيه او عنده الكلمه اللي قالها او كتب على الفيسبوك او الى اخره. فالناس لازم تكتب ده عشان حمايه الذاكره الوطنيه، لانه فعليا مهدده. انت بعد 20 بعد 30 سنه، انا اقول رايي ممكن ناس كتيره يعني تبقى يعني نتحاور حواليه. الضمانه الوحيده انه هذه الجماعه لا تعود الان هو الرئيس عبد السيسي، لانه هو من الناس اللي انا بقول عليهم انه اقترب فعرف، يعني درسهم وقعد معاهم وسمع منهم فعارف خطره، ثم انه المواجهه الصلبه كانت معاه وقناعته انه انا خاف بعد كده يعني في المستقبل في حد تاني يقول لك انه طب ليه لا، يعني بكلم بصراحه مطلقه يعني. فاحنا محتاجين بقى عمليه التحصين دي، يعني تبقى اللي هو بيفكر فيه، يعني الرئيس اللي بيفكر فيه واللي بيقوله يصبح منهج عند الجميع لرفض اي فكر من بهذا الشكل، لان انت بتتكلم على جماعه كانت دوله داخل الدوله.